بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. هل الجمال بس مخصص للمرأة؟ لا. طيب الرجل إذا حط أحمر شفاه، وإذا حط بودرة على وجهه غندرة حمراء وصفراء، نتف حواجبه، حرام ولا حلال؟ إذا كنت مسلم بالإسلام حرام أم حلال؟ حرام. ليش؟ لأن بسيط تشبه بالنساء. طيب لو جاء رجل أو شاب أو مدرس أو موظف بالبنك أو بالدفاع المدني أو وخصوصا هاللي بيشتغلوا بالمرور، هذول 24 ساعة بالبوليس، 24 ساعة ماشيين بالشوارع بالشمس وبالبرد، التجاعيد، هو عمره 25 سنة يصير بوجهه تجاعيد. طيب لو جاب زيت وحط على وجهه علشان التجاعيد تروح من وجهه ووجهه يصير مثل القمر، حرام؟ لا. عيب؟ لا. عار؟ لا. يصير أنثى؟ لا. متفقين؟ عندي يا حبايبي يا نور عيوني طال عمركم، اليوم رح نقدم وصفة تخلي وجهك يتغذى جدا جدا جدا، ويخلي وجهك بخير وبصحة وبعافية، ومين ما لفت على وجهك يقول تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اسمع مني وانا اخوك، والنصيحة كانت بجمل، ابوك وابوي وجدك وجدي كانوا قبل ياخذوا النصيحة يدفعوا جمل، احنا نعطيها لك بلاش فابور بلوشي. عندي طال عمركم زيت الجوز، واللي اسمه بالمغربي زيت الجوز، واللي اسمه بالمغربي زيت القرقاع. اذا ما عندك زيت خذ جوز بلدي اللي اسمه عين الجمل، دقوا دقوا وعصره بيطلع الزيت منه. خذ الزيت، إذا ما عندك زيت جوز دقه وعصره بيدك يطلع معك، وخصوصا إذا كان بلدي إجباري بيطلع معك، كفيك حبة واحدة لو دقيت وعصرت تتكفيك دهن وجهك فيه. في عندي يا روحي زيت الشاي، في عندي يا قلبي زيت الهيل، في عندي يا بعد عمري انت وانا اخوك، عندي هالحبيب الغالي هذا زيت الورد، الله يديم ونعم علينا زيت الورد. خذ المقادير حطها بتولة قنينة قرعة صغيرة، حطها بجيبتك وجرب وشوف بعد شهر كيف يصير وجهك، تتفاجأ بالنتيجة العظيمة جدا. ملعقتين زيت ورد أصلي، ملعقتين زيت ورد أصلي، ملعقتين زيت جوز أصلي، ملعقة زيت الشاي أصلي، ملعقة صغيرة واحدة زيت الهيل. شو بيعمل زيت الهيل؟ زيت الهيل سبق وتكلمنا عنه، كلهم تكلمنا عنه. هذا زيت الهيل ينظف لك وجهك من تحت، مش من فوق وبس، من تحت. زائد فيه أندر الفيتامينات والمعادن على كوكب الأرض، ومن أحد أقوى المنظفات على وجه الأرض، أحد أقوى المنظفات للبشرة على وجه الأرض، ومعقم جبار جدا. زيت الشاي حبيبي وش بيعمل؟ زيت الشاي يشيل البقع البنية من وجهك غصبا عن أكبر شارب. زيت الشاي يشيل لك البقع البنية اللي بوجهك من الكد والتعب والنرفزة والعصبية والإقساط والدي والشقة
ومشي بالشوارع الطوموبيلات بالسيارات، وانت تركض بيب بيب، مرور وما مرور، وبوليس وما بوليس، وشرطة ودرك. هذا يشيل لك كل البقعة البنية غصبا عن أكبر شارب زيت الشاي. زيت الجوز والله لو وزن بذهبا، لو وزن بالذهب لفاقه من شدة وكثرة فوائده. هذا الزيت، زيت الجوز اللي هو زيت القرقع، اسمه بالمغربي زيت القرقع، هذا زيت دهني. انت ما بتشوفه دهني، لكن هو دهني. اوميجا، اوميجا، احماض الاوميجا الجباره اللي بترجعك لورا شب، واللي بتخلي وجهك يظهر وجه الشباب، وجه الناس السنعه، وجه الناس الشبعانه، وجه الناس اللي في اللي مهتم بنفسه. زيت القرقاع بالمغرب اسمه زيت القرقاع، القرقاع يعني الجوز، بالمصري مصر الكنانة الشقيقة، زيت اسمه زيت زيت عين الجمل، زيت الجوز البلدي. زيت الورد هذا هذا دائما أقول هذا أحد الهدايا العظيمة من السماء لنا، خير البركة، الجمال، النظافة، الدهون العظيمة جدا للبشر. الشباب شو بتعمل لك الخلطة هاي؟ الخلطة هاي إذا عملته تزيل لك كل المشاكل اللي ذكرتها، الزائد تظهر بعد شهر بصير يبدو وجهك، بصير يبدو وجهك أصغر بسنوات مما أنت عليه. إذا عمرك 30 40 صير يبين وجهك، وجهك وجه الشاب عمره 20. إذا عمرك 60 سنة يصير يظهر وجهك عمر واحد 35 بال30. ها بس داوم عليها ما لا يقل عن شهر. طول عمرك راح تدعي لي والله بإذن الواحد الأحد. أبو عبد العزيز العشاق شمر حنا لها إن شاء الله، وما نقدم غير الطيب وغير للطيبين وغير الخير للخيرين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بكم في جناته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ومن والى وآل محمد ومن والى محمد وأحباب محمد إلى يوم الدين، ولعنة الله على من عاداهم إلى يوم الدين. المستقبل للإسلام. السلام عليكم.